الحالة تم من طرف الوزارة الوصية، وتم ديك الساعة الاستشفاء ديال هاد الأول حالة والتتبع ديالها. خصنا نعرفوا هذا هو الميدان ديال الطب. ف مع تيفوت تيدوز الوقت تتكتسب تجارب وتتشوف في البلايص الاخرين اشنو هما العلاجات اللي داروا، وحنا العلاجات البروتوكول العلاجي اللي درنا تشبتنا به والحمد لله بينا بانه مزيان. مثلا الحاجه اللي مهمه تم هذا التشبت لا التشبت لا التشبت مع على هذاك، ولكني خصنا نعرفوا بانه في المغرب فاحنا تنتيقوا في الكفاءات العلميه ديالنا ديال المغاربه. هذا هو هذا 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 هو هذا هو المهم. انا نحكي لك هذا هو المهم، الكفاءات العلميه ديالنا والخبراء ديالنا، فاحنا تنتق بهم وتنعترف بهم. وهذوك الكفاءات العلميه حيت هذا هو المهم، كاع اللي عنده واللي ما عندوش. قبل الناس كانوا الناس اللي عندهم امكانيات كانوا تيمشيو يتعالجوا في الخارج، فهنا كل شيء تعالج هنا. و 95% هادشي خصهم يعرفوها مواطنات والمواطنين، 95% تم التطبيب ديالهم في القطاع العام اللي فيه العام والجامعي وفي القطاع العسكري. هادو 95% وكانوا مستشفيات ميدانية. إذن راه هاد العمل دابا تنقولوه من بعد فاش داز سهل، ولكن الناس كانوا ما تينعسوش، كانوا تيبقاو مقابلين، كانوا الناس خصك تعرف بأنه تم مثلا داك التعطيل ديال عدة عمليات باسكو كان خصنا نسبقوا الناس لمرض. إذن هادشي كل شيء خصنا نوقفوا واحد الوقفه ديال اجلال جميع المتدخلين وعلى راسهم الاطقم الطبيه.